العيش أصول والدنيا فصول رايق بيقول في كلام مسطول والليل انطار فمسيره يتلم ونقابل بكرة بفكرة أهم تشفي السهران من جرح اليوم عسل المخدوع أصلا مسموم مسموم وانطلت الوقعة مسيره يقول وكلام السهرة تملي خم وكأنه ما كلوش أب وأم وما عندوش دم وما عندوش دم جابك للدنيا واحد ويتيم شبك المظلوم بيصيد مظاليم وطيور على أشكالها بتتلم تأكل من طبق الوحدة جوه تاكل من طبق الناس تتسم فتروح من هم الهم أهم وبتعمل نفسك مش مهتم قال يعني عشان الجرح يروح والجرح يروح الجرح يروح قال يعني عشان الجرح يروح والجرح ملازمك ومصاحبك وتروح تشحك في كتف صاحبك فيروح صاحبك شدك صاحبك صاحبك على جرحه وحلمه وتفسيره على كل كلامه وتصدق زيفه وتغييره تغييره مين قال ان الواحد يرتاح اول ما يشوف بلوة غيره ساعات بنشوف ازمة غيرنا اتفه بكتير من مشاكلنا ولا حاجة تحرك مشاعرنا ورا كل مهم في حاجة اهم والمشهد عادي بيتحول وتعيد اللفة من الاول هتراقب في الليل هيطول هتنام هتلاقي الليل يتلم والخيبة انك عشمان بكرة هتقوم من النوم على فكرة